بشر من جنس كل البشر. ومن الناحية الواقعية لا يمكننا أن نبني أنفسنا بدون أن نكون جزء من هذا العالم، وهكذا كنا في الحقيقة، هكذا كنا في التاريخ، يعني ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام وفي عصور النهضة العربية وفي كل ما هو موجود في تاريخنا وفي تراثنا، لم نتمكن من يعني تحصيل التراث الذي نحن الآن نعتز فيه إلا بكوننا أننا بنأنا هذا بالشراكة مع العالم. فأن نقول أننا يمكن أن نبني مستقبلا لأنفسنا بعيدا عن العالم فهذا من الخطأ ومن الوهم. ينبغي أن يكون قدرتنا على التفاعل مع العالم، ولكن التفاعل الذي يحمي مصالحنا، بمعنى أنه يحمي مصالحنا بمعنى أننا نكون قادرين أن تكون لنا مصالح مع الآخرين، ولا نكون تحت الإحساس بأن الآخرين سوف يأتون ويأكلون ما لدينا من خبز. ولكن العالم، يعني ما في العالم من ثروات هي ملك كل العالم، وبالتالي لماذا لا يكون ملك الآخرين ملكنا؟ لماذا نشعر دائما من أن ما هو ملكنا هو ملك الآخرين؟ لا، هذه النظرة ينبغي أن تتغير. وإذا أردنا أن نبني مستقبل، ينبغي أن نبني مستقبل بطريقة نكون أيضا بقدر ممكن من المنتجين لاقتصاد المعرفة، ولا نكون دائما نحن المستوردين لاقتصاد المعرفة. فلذلك جزئيا وافق على أنه ينبغي أن نبدأ في مسألة بناء المستقبل، ولكن بالشراكة مع العالم، وبدون ذلك لا يمكن أن نبني مستقبل. بدي انتقل للمحور الثاني اللي هو مرتبط بالتحديات التي تواجهها المنطقة العربية، وخصوصا التحديات الجيوستراتيجية إلى حد ما، وتحديات تغير المناخي، وتحديات الاقتصادية. وأنا حابب انتهز هذه الفرصة لنسمع من معاليك عن تطلعات السلطنة ودورها في هذا الوضع الإقليمي والظرف الإقليمي الحرج والحساس، مع هذه التحديات الكثيرة، وخصوصا التحديات الجديدة التي لم نبدأ بالتفاعل معها بشكل جيد، وخصوصا التحديات البيئية والاقتصادية. شكرا. هذا ما في شك أنه من العناوين التي مثارة الآن على أوسع نطاق، ولم أسمع أحدا يتحدث إلا ويشير إلى التحديات. والتحديات هذه تعبير ربما أكثر من حده، يعني أكثر مما ينبغي. الحياة كلها مصاعب، في بعضها أن تكون مصاعب ذات طبيعة تحدي، وبعضها يمكن تسويتها. فما نواجهه اليوم إذا تكلمنا عن الجيوسياسي كما تفضلت، ما نراه الآن في الأزمات الموجودة حاليا في مختلف مناطق المنطقة، منطقتنا العربية، هي ربما رسائل لابد أن نفك رموزها حتى نعرف كيف يمكن لنا أن نتعامل معها. وربما إلى الآن لم نتمكن من فك هذه الرموز، ولذلك تجعلنا في حيرة. هذه الرسائل تجعلنا في حيرة، سواء كانت بالنسبة للقضية المركزية وهي القضية الفلسطينية، والتأثيرات التي تمس ما هو حول هذه القضية، أو الوضع في العراق بكل تشعباته، أو القضايا الإقليمية المتصلة والمؤثرة والمتأثرين فيها، قضية
أفغانستان أو قضية الملف النووي الإيراني أو ما سمي بمحاربة الإرهاب. هذه كلها رسائل مشفرة علينا أن نفك هذه التشفير ومن ثم نتعامل معها، لأننا حتى الآن بعضها مثلا قضية فلسطين أصبح لها الآن 50 أو 60 سنة ولم نستطيع أن نفك هذه الرموز حتى نعرف نتعامل معها. وكذلك بالنسبة لبقية القضايا، فمن المهم أن نفهم كيف أن نتعامل مع العالم. يعني نحن في منطقتنا ثقافتنا، يعني ثقافتنا أو خلينا نقول ثقافة العامة لدى المواطن العربي، أننا نعتمد بالأساس مبدأ رفع الظلم عن المظلوم وكبح جماح الظالم. هذه هي سياستنا، ثقافتنا. ولذلك قضية فلسطين تأتي في هذا الإطار بالنسبة لقناعة. ولكن بقية العالم لا ينظرون إلى الأمور بهذا المفهوم، ينظرون إلى بقية العالم إلى مثل هذا الشيء، أن لكل أزمة أسباب، وبالتالي ينبغي أن تحل هذه الأزمات على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو بمعنى آخر win-win situation مثل ما يقولون. يعني أن في العالم الغربي يعني بكل صراحة هم يعتمدون آلية الكومبرمايز، يعني التسوية، وهذه في ثقافتنا غير مقبول. إذن هذه المشاكل التي نحن الآن فيها، وبالتالي إذا كان لابد لنا أن نبني مستقبل، ومستقبل يعني على أساس قواعد العالم، ينبغي أن نفهم، أن نفك هذه الرسائل المشفرة ونفهمها ونتعامل معها. طيب بهذا الإطار، كيف، ما هو دور سلطنة عمان على الصعيدين، على الصعيد منطقة الخليج العربي بشكل خاص وعلى الصعيد الإقليمي الأوسع بشكل عام ضمن هذه الإطار الرسائل المرمزة والمشفرة؟ هو لا شك أننا كجزء من العمل العربي المشترك وجزء من السعي العربي يعني المشترك، وفي إطار أهمية الحفاظ على المصالح الأساسية للبلدان العربية، للشعوب العربية، وأهم هذه المصالح هو أن كما تفضلت أن نبني مستقبل، أهم شيء. يعني ينبغي علينا، ما لدينا من تراث متراكم فهو عندنا، يعني هذا أصبح معروف وهو في يدنا، ونستطيع أن نستخدمه بالطريقة اللي نريد. لكن الذي لا نستطيع أن نعمله هو ما نريد أن نعمله في المستقبل. فبالتالي ينبغي علينا أن ننظر إلى هذا بهذه الطريقة، وأن نشوف ما هي الوسائل الجديدة التي والأوعية الجديدة التي، هذه هو نظرتنا نحن في سلطنة عمان مع أشقائنا في كل المستويات، أنه لابد أن نتعامل بطريقة تحمي لنا مصالحنا، أو على الأقل أن إذا كان لابد من خسائر، فنريد أن تكون الخسائر في الحد الأدنى منها وليس في الحد الأكبر. أنا حابب أن أنتهز المحور ننتهز من هذا الوقت لأن أتناول مع معاليك موضوع الشباب العربي. نتخيل نحن عندما نتكلم عن الشباب دائما نتمنى للشباب العربي مستقبل أفضل من حاضرنا، فيه تعقيدات أقل، فيه فرص
أكثر وفيه مشاكل أكثر. هل أنت خائف على مستقبل الشباب العربي؟ لا، لست خائفا على المستقبل الشباب العربي، ولكن ما يقلق هو هل نستطيع هذا الجيل، نحن الجيل هذه، أن نبني قاعدة تهيئ الجيل الشباب. يعني حين نتكلم على الجيل الشباب هو بين سن 10 سنوات و30 35 سنة، يعني هذا الفئة العمرية، يعني أن نبني لهم قاعدة يستطيعون أن يصلون إلى المستقبل الذي نتطلع عليه دون عناء كثير. يعني وأنا وبالتالي نحن لسنا يعني قلقين على الـ على الـ على الـ على مستقبل الشباب. هم الذخيرة، هم الأصل، هم قادة المستقبل. الفرق هو أننا نحن هذا الجيل خلال رحلة 5 عقود أو 6 عقود الماضية لم نتمكن من وضع التصور لكيفية إدارة المستقبل، مستقبل الأمة العربية. لكن بكل تأكيد أن الشباب سيكونون أفضل في إدارة مستقبل الأمة العربية من جيلنا. إحنا جيلنا كان يعني جيل الوطنية، فبالتالي أنا لست قلقا أبدا على الإطلاق، لكن قلقا على أنفسنا. هل نستطيع فيما بقى لنا من دور أن نهيئ قدر معين من إدارة الأمور لكي يكون الجيل الجديد يأتي وينطلق بخطى ثابتة ويحقق ما نحن نريد أن نحققه، أن يحققه الجيل القادم؟ يعني على أمل بناء هذه الإدارة للمستقبل المنطقة العربية، أنا بدي مرة تانية أرحب فيك معالي الوزير، بدي أرحب فيك في بيروت وطنك التاني، وبدي أشكرك على حضورك وتبادل هذه الأفكار. وأنا بحب أنه نختم بسؤال: بماذا توعد شباب المنطقة العربية، الشباب الخليجي والشباب العماني؟ ويعني ربما في حالة أخرى ينبغي أن نشير إليها، يعني لا تقاس ما تفضلت فيه بقياس زمني قصير، ولكن أنا أعتقد لأننا شبابنا هم على مقربة قصيرة من شباب العالم، يعني من شباب تقنية المعلومات. هم ليسوا مع العالم كما ينبغي، ولكنهم أصبحوا على مقربة. نحن من مسؤوليتنا أن نهيئ الأرضية بحيث يكونوا في هذا الجانب، جانب تقنية المعلومات والاقتصاد المعرفة، أن نهيئ لهم على الأقل في 10 سنوات القادمة الأرضية بحيث يصبحوا ملتصقين مع شباب العالم، وأن نستخدم على طول ساحة الساحة العربية أن نستخدم خطط لتثبيت في الاستراتيجية أن اقتصاداتنا ينبغي أن تبنى على أساس اقتصاديات المعرفة. ومن ملاحظات العامة في كل خطط الدول العربية هذه الحقيقة موجودة كأولويات في كل، فنحن عندنا في سلطنة عمان
هذه أولوية أساسية، وهو كيف نستطيع أن نهيئ الأرضية للشباب العماني لكي يستثمر في اقتصاديات المعرفة، وكذلك في دول الخليج الأخرى، وهو هدف أساسي في منظومة مجلس التعاون. ولكن بالنسبة للساحة العربية أيضا كما ذكرت لك أنها كل دولة عربية عندها خطط في أولوياتها الاقتصادية والخطط المنظمة، هذه تجي أولوية ولكن بسرعات مختلفة، هناك من عنده قدرة أن يكون أسرع من الآخر وهناك من هو أقل من ذلك. فبالتالي يعني نحن ننظر إلى أن المستقبل هو مستقبل المعرفة، وأن المعرفة ينبغي أن تتحول إلى اقتصاد، وأن الاقتصاد ينبغي أن يتحول إلى حالة اجتماعية متطورة. شكرا مع الوزير، على أمل أن تكون هذه الخطط والتوجهات إطارا يسمح بالعمل المشترك وليس عمل على الصعيد الفردي. أنا بدي أشكر معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، وأشكر الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا.